يعني ليه تفسري ان كل اللي بيهاجموا الاسلام اولا بيعيشوا في الغرب ثانيا بيتحولوا الى نجوم في الغرب يعني بمجرد ما حد يبدا يهاجم الاسلام يبقى سوبر ستار زي النجوم خلاص يتنقل من عاصمه لعاصمه ومن تلفزيون للتلفزيون للاسف الشديد انا ارى في سؤالك تجني على الحقيقه ازاي تجني على الغرب وتجني علينا لا نحن الذين يعني هسالك هل انت كنت مشهوره قبل ما هجوم على الاسلام يعني في الجزيره واللي في ميموري اوكي اوكي, أوكي خليني انا اجاوبك على السؤال نحن محميون في الغرب لا لاننا نهاجم الاسلام بل لاننا نتمتع بحقوق المواطنه مواطنه لا ولاننا نستمتع بحرياتنا الشخصيه لا بس بيحتفوا بيكو لا بيحتفوا باكبر من مساله الحمايه طيب هل وفاء سلطان مشهوره في امريكا اكثر من كير؟ لا كير دي منظمه عندها ملايين الملايين ومن الاشخاص الذين يعملون لصالح كير أه 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 كل مسلم في الغرب محمي بالقانون الاسلامي ويستمتع بالحقوق التي تستمتع بها وفاء سلطان. الجزيره هي التي قدمتني للغرب تمام. الجزيرة هي التي قدمتني تمام. للغرب. أنا أكتب في الغرب منذ زمن بعيد. لماذا لماذا لم أشتهر؟ الجزيرة هي التي قدمتني للغرب. نعم. نعم. طيب. و... طيب. يعني. هذا شيء و... وشيء آخر أن تقول كل الذين ينتقدون الإسلام يعيشون في الغرب وهذا ليس بعيد كل البعد عن الصحة. هناك الملايين هناك الكثيرين الكثير يعني. الذين أحيانًا يستخدمون أسماء مستعارة. هل تعرف الدكتور القمني؟ نعم. هل تقرا كتابات الكاتب الفكاهي الاردني جهاد علاوني هل تقرا كتابات المفكر السوري نضال عيسى هم يعيشون في قفص الوحش هذا من جهه وهناك نقطه اود ان اركز عليها نحن لا نجد سهوله في نشر رسالتنا في الغرب فانت تعرف بان التيار اليساري يتعاطف yes. مع الإسلاميين مزبوط. ويتصدى لنا بالمرصاد فلماذا تظهر للمشاهد وكأننا محمولون على الأكف لأننا ننتقد الإسلام؟ لا يعني هذا ليس صحيحا لا مش لا مش بهذا الشكل لا صدقني لقد وجدت مواجهة بين الأمريكان تكاد تعادل المواجهه التي وجدتها لدى بعض المسلمين أصد... انت تعرف التيار أصد... أعرف وكلما وكلما اوغلوا او تطرفوا في يساريتهم كلما ازدادوا تعاطفا مع الاسلاميين وزدادوا صحيح وازدادوا صحيح هم التحالف ضد حضارتهم هم يس. بيكرهوا حضارتهم اليسار عشان كده بيتحالفوا مع الاسلاميين لا لا تظهر للمشاهد اننا محمولون لا. على الأكثر. نسبيا برضو. برضه مشهور